بخلط الحليب مع الدقيق الابيض، بعدين راح اضيفه كله فوق السمح، وراح نضيف عليها الملح، بس نخلطها شوي كذا خلطه صغيره. خلاص نخليها على الجنب، ونبدا نخلط مكونات السائله اللي عندي. مكونات السائله عندي الزيت، عندي المويه، راح نحطهم على بعض. المكونات الجافة عندي أكثر، راح أبدأ فيها في المكسر، بس لا ننسى أهم شيء التويل اللي حطيناه، قلنا دقيقتين ثلاث دقائق برجع شيك عليه. طبعًا الفكرة إنه قاعد يتكرمل جوا، كمية العسل مع السكر قاعدة تكرمل، تسوي فقاعات، قاعد تشكل معي التويل. الحين من الأطراف بدأ، باقي المنطقة اللي في النص هذه أتوقع يبغى له دقيقة دقيقتين زيادة يكون معي جاهز. الحين راح أحط مكونات الجافة كلها، بعدين راح نبدا نشتغل عليها في المكسر، بعدين راح نبدا ننزل عليه بالزيت وبالمويه بشويش. اول ما تبدا تتماسك العجينه معاي راح نزود عليها السرعه. شيكنا على التويل، تقريبا اخذ وقت شوي، بس تقريبا خلاص باقي بس الجزء اللي في النص ويصير جاهز. الخلطه معاي جاهزه، هنا بنشتغل على الحين بقناش اللي هو قناش وايت شوكليت. راح نضيف نص كمية الكريمة عندي، راح نسخنها على نار متوسطة، وراح أشيل التويل لأن أتوقع نخلص. يعني هذا هو التويل الحين، من الأطراف صار شوي غامق، ما راح أستخدم الجهة اللي هذه، راح أستخدم الجهة اللي في النص، فيبغى له شوي لين ما يمسك السكر اللي فيها، لين ما يصير ناشف شوي. راح ننزل ورق الزبده هنا، وبعدين راح نستخدم نفس الصينيه، راح نحط فيها المعصوب او عجينه المعصوب، وندخلها الفرن على درجه حراره 180 تقريبا 20 دقيقه الى 25 دقيقه. بقوله بتاكد من قناش وايت شوكليت ان اموره تمام. الكريمه هنا بدات تسخن معي، راح اضيف عليها الشوكليت، بس قبل ما اضيف شوكليت راح اطفي النار واضيفه. طبعا مطفين النار احنا، خليناه بس يغلي شوي، يبدا يبخر معاي. ضفنا الوايت شوكليت، تاكد انه ذاب بالكامل. الحين تويل بدا زي ما تشوف يتماسك معاي. الجهه السوداء يعني الجهه اللي مطبوخه بزياده راح نشيلها، ما راح نستخدمها. راح احطها في صحن عندي ترتاح. راح ننزل بعجينة المعصوب اللي سويناها بالسمح، نحطها بالصينية وندخلها الفرن تقريبا مدة 20 إلى 30 دقيقة على درجة حرارة 180. راح أخليها على 25 دقيقة وأرجع أشيك عليها إذا تحتاج وقت زيادة ولا لا. القناش الوايت شوكولات بدأ يبرد، راح أضيف عليه باقي الكريمة، متأكد إنها مخلوطة بشكل جيد. بعدها راح احطها ببوله وادخلها الثلاجه. لازم القناش يبرد عندي في الثلاجه تقريبا 6 ساعات الى 8 ساعات لين ما يوصل للقوام المطلوب. صار معنا اغلب المكونات جاهزه، بنستنى المعصوب لين ما يخلص، بس الحين حاليا راح نرتب المكان ونرجع لاحلى فقره، فقره تقديم الصحن النهائي. وهذه خلطة معصوب السمح صارت معنا جاهزة. زي ما تشوفوا المكون عبارة عن كرمبل شوي يصير معي. يا سلام. طيب راح نجيبه على جنب هنا ونبدأ بصحن التقديم. طبعا الفقناش الشوكريت عندي حطيته بالثلاجة وبردته، وأنا مجهز واحد من قبل من أمس، لأنه ياخذ تقريبا 6 إلى 8 ساعات في تبريد، فمجهز واحد في بابينج باج. قبل ما ابدا تركيب الصحن عندي للزينه هنا تمر مجدول، راح احط داخله في قناش شوكليت، بعدين راح نغطسه بالفستق المطحون. يعني الحين راح نبدا بليتنج او نركب الصحن النهائي. بعدين نزين في التمر. راح
راح ننزل تويل عليه. يا عيني كذا الطبق صار معنا جاهز معصوب، سويناه بالسمح. صحة وعافية عليكم، استمتعوا.